الصالحين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم هذا شعارنا نحن وشعار روسيا والصين انا ما اتفرج على الاخبار والله ما اتفرج لانه الله سبحانه وتعالى لسه ما اذلنا بالنصارى الله عم يفتح لنا بين بعضنا نحن في هلا معلش هلا عدد القصور كثافه سكانيه كبيره عدد القصور يعني بس كل واحد عم يطلع من هون كل واحد عم يطلع من هون من الشباب الشايفه عن 100,000 لانه نحن عم نطلع تحت الدبابات والقصف تحت رحمة دول خنازير ما فيه الرحمة نحن عم نطلع للنوح بس نصيحة للأهل ما عم يطلع كل شي واحد ما عم يطلع لأنه الرئيس حاكمنا من وراء هاي العالم ما عم تطلع حتى لو كان أبي هذا مين ما كان يكون Happy birthday!